استر بقى ربنا. مين؟ قول الو الو يا اينو. ايوه مش هعرفك. مش هعرفني طبعا، ده هو بنت يعني واحد فلسطيني كده. واحد ده رمزي. يا رمزي. حبيبي يا اينو، طبعا مساء الخير يا استاذ اتهام، ومساء الخير كابتن هاني، اهلا بيك يا ويعني رمزي. فرصه ان انا ابارك لكم على البرنامج والتطور اللي حصل في قناة الله يبارك الأهلي، فيك حاجة يا كابتن. بصراحة جميلة تليق بالنادي الأهلي. لا منورنا واهلا بيك في البيت الكبير يا رمزي. رمزي من حراس المرمى رمزي صالح. طبعا اللي عندهم بصمة على مستوى أندية كتير في مصر، و كان بيجي يقعد في الأوضة بره. أنت بقى اللي هتقول لنا إيه اللي كان بيحصل في الأوضة يا كابتن رمزي، عشان هو مش عايز يقول موضوع الكله واللي كان بيلزقها بجزمه زمايله. الكله ايوه هي الكله وهي الكله. انت بقى تحكي الموقف ده لو كنت حضرته يا كابتن رمزي. لا احنا هنسيبك مواقف ثانيه. لا هو ايده بصراحه يعني مبدئيا هو بيحب الاكل قوي. ما هو قال ايه ده بيحب الاكل، وبعدين في جمله قالها لوائل جمعه انا عمري ما انساها الصراحه. قال ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا نفسي اخد منك حاجتين، قال له بلتك اللي بزايد وسمنت رجلك. لا معروفة. بص وائل جمعة معروف يعني ما شاء الله. لا ما شاء الله كان يعني يقعد يقول لي كان بيلبس بنطلون على طول عشان بيخاف مني من الحسد. لا وبعدين اينو مرة في الانجليزي بسم الله ما شاء الله، يعني مرة بتخانق مع واحدة بالانجليزي قال لها بتعلي صوتها فبيقول لها فوليوم نو فوليوم. ما تعليش صوتك. طب صوتها اصلا عالي ليه؟ وهي اصلا صوتها يعلى ليه؟ والله وهو يقول لها كده ليه؟ لا احنا كنا مسافرين، كنا في كينيا تقريبا. ايه؟ انه من الناس مش فاكر والله العظيم بالظبط. هو بيحب ينكش. ايوه هو بيحب النكش صراحه، هو مؤذي. وكان على طول هو يعني بصي هو من اخف دم الناس في الفرقه بصراحه، والواحد بيتشرف انه كان موجود مع مجموعه زي دي، زي الجيل اللي كان موجود. على قد ما كان في جديه في التعامل مع الماتشات والتعامل مع البطولات، لكن على قد ما كان في ناس يعني ايه احيانا مش كل وقت الشده لازم بتبقى موجوده، في ناس كده لازم يبقى دمهم خفيف يعني تنشر الابتسامه. وهو تقريبا كان بيعمل الحاله دي في المعسكرات وما بينكم يا كابتن. طبعا طبعا انسان جميل ودمه خفيف، وما فيش مثلا حد ما بيحبش اينو الصراحه. ربنا يخليك يا رمزي. ايه رايك اينو؟ لا رمزي طبعا كان جون كبير، وانا اتشرفت يعني اللي انا لعبت معاه طبعا، ومن الشخصيات المحترمه جدا، واحنا كنا بنعتبره يعني مصري زينا يعني. هو ده حقيقي، ده هو عارف حاجات احنا ما نعرفهاش كمان من كتر ما لف في البلد وعايش في البلد. فرمزي انسان محترم ومهذب كمان بعيد عن وحارس مرمى كبير مستوى وحارس مرمى كبير طبعا، وحقق بطولات كتير مع منتخب فلسطين. ايه كان اهمها يا كابتن رمزي؟ انا واخد 2 دوري مصري، واخد وكان الموسم الاصعب بالنسبه لي كان موسم 2008 2009. كان يمكن ده الموسم اللي هو وصلنا ماتش فاصل مع الاسماعيلي، ما حصلتش من مده كبيره كانت في الدوري المصري. فالموسم ده كان بالنسبه لي صعب قوي، واخد برضو دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي والسوبر. ما في اي حد بيعدي من جنب النادي الاهلي بياخد بطولات وهو ماشي، ياخد يعدي ياخد بطوله ويمشي. فاكر سفريه؟ فاكر سفريه؟ مجرد وجودي كان في النادي الاهلي كان شرف عظيم، ونقل يعني كانت نقله نوعيه في حياتي 90 درجه بصراحه، غيرت لي حياتي. النادي الاهلي بيضيف لاي اسم يرتبط اسمه بالنادي الاهلي. صحيح. وخليني فرصه ابارك لاينو انه انا سمعت ان هو بقى مدرب عام ناشئين. مظبوط. اكيد الفرقه كلها هتطلع طبعا دمها خفيف. ماشي. لا غير دي كمان اينو من المدربين ان شاء الله الواعدين، ويمكن بقاله 3 سنين في قطاع الناشئين دلوقتي، كمان خطوه بالنسبه له خطوه مهمه جدا لفريق 19 سنه مع الكابتن ياسر رضوان. لكن ايده كان بيقول لك سفريه، سمعت كلمه سفريه؟ فاكر سفريه القطن الكاميروني؟ اه فاكر البطوله. فاكر اللي حصل في المطار؟ ايه اللي حصل؟ لا قول لي. لا ايه اللي حصل في المطار؟ ده ناسي على فكره. انت ناسي؟ انت نايم؟ قول لي فكرني بس. اللعب في المطار والهزار والنوم في الارض ده كانت سفريه. ده اصلا النوم في الاوض هناك تحس ان انت نايم في الشارع. والطياره لما ضربنا بعض بالمخدات واشتكونا حاجه صعبه قوي. والطياره فاكر الطياره والضرب اللي في الطياره؟ لا بس الحمد لله رجعنا مبسوطين يعني. الحمد لله. على قد المواقف الصعبه دي على قد ما هي مواقف يعني
بتخليك بتبقى فيها ذكرى حلوه كده يعني، المعاناه احيانا بتلاقيها جميله يعني. لا وانا رمزي كمان بتكلم ان هو الروح الحلوه دي وان بيكون في روح دعابه وهزار ده ما بيخرجوش عن اطار التركيز والبطولات، وان ده جزء مهم كمان جدا انه بيقرب اللعيبه من بعض بشكل كبير جدا وبيبقى فيه حب ما بينهم. فالامور ديت دايما النادي الاهلي معروف، ودايما نجومنا الكبار لما بييجوا معانا الكواليس اللي بيحكوها والناس يعني بتسمع الكلام ده اينه الناس يعني بتتخض، لا ده الكلام ده بيحصل، الناس فاكره ان كل اتنين في اوضه والموضوع لا لا لا. لكن وبعدين يا كابتن بالنسبه للسفر كمان لازم نعمل كده، انت عارف حضرتك المعسكرات دي بتبقى طبعا يعني فيها سنه ملل شويه طبيعي، فاحنا لازم نعمل كده عشان نضيع الوقت. بالنسبه للسفر مثلا لما بنسافر 13 و14 ساعه يعني، انا فاكر لو احنا رايحين كاس العالم الانديه في اليابان اكتر من 20 ساعه صحيح. ناكل ونقوم وننام واحنا في الجو، ناكل ونصحى ونقوم واحنا في الجو يعني. لا ده كمان ده لما سافرت قبل كده بطياره حربيه بس وانا في حرس الحدود طياره حربيه مره سافرنا بطياره حربيه صعبه جدا يا رمزي، احنا كنت بقول لك مره سافرنا بطياره حربيه ما فيهاش كراسي طبعا، جنب الطياره ما فيش كراسي وفردين يعني بطاطين ومخدات على الارض ونايمين، وفجأة وانت نايم تلاقي رجل حسام حسن على وشك ولا ابراهيم عزة، فالموضوع بيبقى صعب جدا. انت كنت عايز تقول حاجة اتفضل. طبعا شوف حتة الهزار دي بالألفة اللي موجودة في الفرقة دي مهمة جدا يعني، رغم ان انت بيكون عندك مشدود وعندك ماتشات بس كل ما بيبقى مثلا بتسافر قبل الماتش ب 48 ساعة طبعا، كل ما بيقرب الماتش كل ما التركيز بيعلى شويه. لكن كانت ميزه الجيل اللي موجود في النادي الاهلي انه كان بيفصل يعني بره الملعب حاجه وفي الملعب او وقت الماتش او وانت رايح على الماتش بيبقى تركيز وتبقى مود تاني خالص. فالحاجه دي اللي اتعودنا عليها في النادي الاهلي بصراحه، واللي انا اتعلمتها وقدرت انقلها في منتخب فلسطين الكلام ده يعني، بره الملعب حاجة وقبل الماتش ووقت الماتش وفي التمرين بتاعك حاجة تانية خالص، استعدادك للماتش حاجة تانية. طبعا الهزار ده بطل في مسؤولية يعني لأنه الهزار لأن أنت برضو اللاعب بيكون عليه ضغوط كبيرة، فما ينفعش تفضل على طول مضغوط، في وقت يبقى لازم يبقى اللي هو جو الهزار ده يبقى موجود عشان أنت نفسك الضغط العصبي يقل عليك. لكن الوقت بقى ما يبدأ وانت في يعني حتى لما احنا بنهزر او بيبقى في مود لطيف ده بيشحنك او بيخليك مستعد ونفسيا افضل افتكر يعني. طبعا بيبقى الموضوع بيفك التنشن يعني، بس يعني انا فاكر مره كابتن رحت يعني كنا عندنا مباراه وانا في الاتوبيس، فحاولت بس حاولت ان انا اركز يعني جامد شويه، ما هزرش. اتغيرت بعد في الدقيقه 27 لعبت وحش عشان ما هزرتش، حاولت بقى ان انا بقى اقعد كده لغايه ما اروح الاستاد وما بتكلمش وما هزرش وما حاولت بس كده اتغيرت في الدقيقه 27. امال عملت ايه في الكورونا بقى؟ لازم نعرف بس بعد ما نختم مع كابتن رمزي صالح اللي بنشكره جدا جدا. رمزي شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك، شرفت بيك والف مبروك على البرنامج وسعيد بمداخلتي معاك. شكرا ليك، الله يبارك فيك، شكرا. كنت بتعمل